بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نشر للعلماء أعلاما وثبت لهم على الطريق المستقيم أقداما وجعل مقام العلم أعلى مقام وأودع العارفين لطائف سره فهم أهل المحاضرة والإلهام وأذاق المحبين لذة قربه وأنسه فشغلهم عن جميع الأنام وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا خير من يفند القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم وأجمل منك لم تركت عين وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. السادة الحضور الكرام، مرة أخرى من السرادق المقام للمحفور لها بإذن الله حرم المرحوم الحاج ثروت دراز، عود طيب مبارك إلى مائدة القرآن الكريم، وقارئنا قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ باتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان القارئ والمقيم بكفر الحمدية مركز بركة السبع من وفية. ندعو له بالتوفيق لنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل المشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة و
ومن أحسن قولا ممن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما Yeah.
اسجد لله الذي خلقهم فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار يسبحون له بالليل والنهار وَمِنَ النَّاسِ
ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا فمن يلقى في النار أمن يأتي
وجعلنا قرآنا
لولا فصلت آياته صدق الله رسول الله روحي بحبك في قياء دهيل وشوق مني في هواك عظيم والقلب مسرور بذكر محمد ففي ذكره نور وفيه نعيم حقا يا سادة ما أبدع ليتقي الجمال بالجمال جمال القرآن هو جمال التلاوة والإتقان وما أجمل قول القائل زهى النور لما تجلت آية الهدى وأبدت ظهور السعد خطا ورضا تردد أنغاما ولحنا مخلدا فغنى بها رضوان في خير جنته وجبريل من فوق السماء مرددا وغنى على حسن التلاوة بلبل تعجب منه العندليب فغرد حماك الله يا خير قارئ لأعظم تمجيد للنبي محمد هكذا يلف المؤمنون عشنا وإياكم في رهاب ذي التلاوة القرآنية المباركة تلاها قرية مرية مصر عربية والقارب اتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والدول الإسلامية فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان القارئ والمقيم لكفر المحمدية مركز بركة السبع منوفية أيها السادة ركبة الإذاعة والأنوار الكهربائية في هذا المكان إدارة سمير عبد العزيز بقرية بخاتم أما عن مخازن الفرشة الحديثة الكبرى والمعرض الفني إدارة الحاج علي جمال السويد مدينة شبين الكوم أمام مسجد المتولي تليفون 319-964 بالمكتب تتوجه أسرة الفقيدة بالشكر للسادة المعزين على تأدية واجب العزاء أما عن الخدمة الفندقية إدارة متر فتح الغازي المقيم بقرية مليك بالاشتراك مع وحدة فيديو نور الإسلام إدارة مهندس محمود طعيمة المقيم بشوشاي بمركز مدينة أشمون الحضور الكرام سعيكم مشكور جميعا